السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي بيدور على قصة ملخص قصة تركي وعبد الرحمن يجي معانا هنا. أولا القصة بتبتدي بإن عبد الرحمن وتركي أطفال سن مراهقة كده، مستواهم الدراسي ضعيف جدا 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 لأنهم كانوا بيلعبوا كتير. فعبد الرحمن وتركي قرروا إن هما يذاكروا كويس أوي 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 أوي، ولما ينجحوا يطلبوا من والدهم هدية. الهدية كان نفسهم في بلاي ستيشن. المهم ذاكروا طول السنة كويس جدا جدا لدرجة ان مستواهم اختلف خالص. وقت الامتحانات لما جه عبد الرحمن وتركي نجحوا جدا وجابوا تقديرات جميلة قوي قوي ودرجة جميلة جدا. ابوهم فرح بيهم جدا، قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن عايز هدية ايه؟ يا تركي عايز هدية ايه؟ فالاتنين قالوا له: والله يا بابا. تركي قال له: والله يا بابا احنا اتفقنا انا وعبد الرحمن ان احنا لو جبنا درجات حلوة عايزين البلاي ستيشن. قال لهم: انتوا تؤمرهم، انتوا نجحتم وهجيب لكم اللي انتوا عايزينه كله. وفعلا ابوهم قال لهم: طب استنوا علينا لغايه اخر الراتب، اخر المرتب، اما المرتب ينزل يعني هنروح نجيب اللي انتوا عايزينه كله. خدهم وراحوا جابوا البلاي ستيشن وجاب لوالدتهم موبايل حلو كده ورجعوا كلهم مبسوطين. وقبل ما يجوا يشغلوا البلاي ستيشن ابوهم قال لهم: طب هاتوا معانا البلاي ستيشن وهنروح الديره. الديره بالنسبه لهم هنا زي القريه عندنا كده، اصلهم حته محذوفه، قريه محذوفه جدا جدا، تعتبر مهجوره بعيده يعني اصلهم اللي نشأوا فيه، عشان ورانا شويه مهام هناك وهنسافر النهارده. فوالدتهم قالت لهم ايه؟ قالت لهم: بلاش نسافر بالليل. قالوا: لا يلا بس بسرعه وهنخلص والكلام ده كله. المهم كان بيعمر السلاح بتاعه، فتركي بيقول: يا والدي انت بتعمر السلاح ليه؟ قال له: عشان ان احنا ما نعرفش ظروف الشارع والسكه بالليل عامله ازاي. فماشي تركي، يعني كان بيعمره بينظف السلاح. ووالدته جهزت الشنط بقى والاكل والشرب عشان الحاجات دي كلها. لازم نعرف ان والد تركي عصبي جدا جدا جدا، عنده مرض السكر بيتنرفز من كل حاجه، ووالدتهم برضو فيها ايه، كل واحد بتمسك برايه عشان في احداث هتيجي كتير. المهم ركبوا العربية ومشوا في السكة، السكة مقطوعة طبعا، الجو بالليل فراحوا بالليل. العربية كان عبد الرحمن عايز يعني يعمل حمام، فنزلوا على جنب الطريق. جنب الطريق كان ضلمة جدا جدا جدا، فنزل في الصحراء. فالمهم هم بصين عليهم العربية لقوه مرة واحدة وقع خلاص، فهم ايه اللي وقعوا؟ فهم راحوا جري، امه طلعت من العربية طلعت جارية عليه، راحت وقع هي الأخرى. هما بصين من العربية كده جايين يجروا عليهم، فهم عبد الرحمن قالت لهم: لا ابعدوا، لا تقتربوا لا تقتربوا، ابعدوا من هنا. فهم خافوا، فلقوا في نور عربية جاي وراهم، واحد من جنسية تانية يعني جاي. وفي ايه يا جماعة؟ لقوا ان عبد الرحمن لسعته حية، عضته حية في رجله عضة كبيرة شوية، وامه برضو من نفس الطريقة. المهم والد عبد الرحمن كان قلع مامته الطرحه وربط على رجليها، والراجل التاني ده شفط السم من رجل عبد الرحمن. والمهم اتشكروا له. والمهم الراجل ده ما كانش يعني ايه مبصبصات للحريم كده، وتركي خد باله ان هو بيبص على والدته بصات ما عجبتوش ونظامه ما عجبوش كده، بس الموقف ما كانش مستحمل لان ابوه متعصب والدنيا بايظة وامهم بتصوت وعبد الرحمن بيصوت. فركبوا العربية ومشيوا، والتاني ركب العربية ومشي وشكروه والكلام ده كله. المهم هما ماشيين برضو في الطريق لقوا العربية دخل فيها مسمار، العربية وقفت. لقوا مين بقى في ظهرهم تاني؟ الراجل ده، وكان معاه يعني معاه هما سايق تريلا كبيرة ومعاه ناس تانيين في التريلا، فاللي هي العربيات الكبيره. فنزل من العربيه وبس، المره دي بقى عامل زي اللي بيشرب مخدرات، اللي عمال يهرش يمين في شمال وكده وبيتحرك ويحرك رقبته. ربنا يشفينا ويعافينا ويحمينا يعني. المهم ابو عبد الرحمن نزل قال له، هو ابو عبد الرحمن قلق منه، ابو تركي قلق منه لانه كل ما يحصل حاجه يلاقيه، وبعدين بالمنظر ده وبالطريقه دي وعمال يبص في العربيه ويبص على مراته وبيبص على العيال، هو في حاجه غلط. المهم الحوار انتهى لايه؟ احنا مش عايزين حاجه شكرا. والتاني بقى مصمم يلزق له. فطبعا ابو عبد الرحمن ابو تركي كان معاه السلاح، لانه لما اتعصب راح ساحب السلاح من العربيه وبيقول له: يا تبعد عنك هضربك بالنار. فالتاني راح ماسك السلاح من ابو تركي وراح ضربه في رجله رصاصتين.
انا بدكم ملخص القصه، القصه فيها تفاصيل كتيره بس التفاصيل دي مش مهمه يعني. فضربوا بالرصاص في رجليه فقعد ينزف، والتانيين هربوا بقى بالعربيه، الدنيا كانت ضلمه. فعبد الرحمن وتركي، عبد الرحمن طبعا كان راقد في العربيه من ورا عشان السم، وكان رابطين رجله والكلام ده، فما كان تعبان شويه. المهم دخلوا شالوا ابو تركي وحطوه في العربيه وساقوا، وراحوا الديره بتاعتهم بقى. الديره بتاعتهم في مكان مهجور ما فيش دكاتره، ففي واحده عجته وشالت الرصاص والكلام ده كله. هو في بيتين، البيت بتاع اهل مراته، في خالته ومعاها اولاد كتير وزوجها، هم ساكنين في بيت جده، وفي اللي هو بيت ابوه يعني بيت جد ابوه بقى. فده في مكان وده في مكان، والمسافه بعيده جدا. فابو تركي ما كانش عايز يقعد مع ايه، مع اهل مراته اللي هي اخته وجوزها وعيالها، فقالوا له ده في اوضه بره متوضبه ونظيفه وهتقعد فيها، على بس ما تشد حيلك لبكره. وكان عنده ابن خالة اسمه ناصر، ده كان واقف معاه وادى لابوه فلوس، وكان معاهم كويس جدا 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 وبيحبوهم. المهم لما وعملوا بقى وليمة كده وأكل حلو. المهم مين اللي جه في الوليمة؟ راجل كبير عجوز شعره منكوش قوي قوي قوي، ريحته وحش جدا جدا جدا. فبعدين الناس كلها كانت بتبص له كده، وهم الناس كلها بتتجنبه. فبعدين تركي وعبد الرحمن بيسألوا ناصر ابن خالهم مين ده؟ قالوا له ده جدكم. جدنا؟ جدنا مين؟ ابو ابوكم، ابو ابونا. فسألوا ابوهم قالوا له لا، ده يبقى يعني مش ابن عم ابوهم، او اخو جد ابوهم من الرضاعه. والناس كلها بتتجنبه ومحدش بيحبه. طب ليه؟ قال لهم هنبقى نشوف الاسباب بعد كده وهبقى اقول لكم، بس تجنبوه محدش يحتك بيه. المهم عبد الرحمن ده ما بيسمعش الكلام، قعد مع الراجل ده. الراجل ده اداله يعني ايه شويه قهوه شربهم، فشربهم وسكت، وبرضه مشوا. لما ابوهم لقوهم بص لهم كده قومهم من جنبه. المهم بقى الراجل صحيت، الراجل بقى كويسه، وخد عياله ومراته وراحوا على البيت اللي هو بتاعهم، المفروض ان هو بتاعهم بتاع الاب يعني، وساكن فيه الجد ده اللي هو اخو جد الاب بس من الرضاعه. وكان في قاعد في اوضه بعيده شويه عن البيت، يعني في حوش البيت. البيت طبعا في حته مهجوره، البيت قصاده وادي ومليان بالمقابر وفي حته مقطوعه. المهم فالراجل قال لهم ده انا اتصلوا عليا في الشغل، ان شاء الله يومين ثلاثه هروح، وانتوا خليكم موجودين هنا قضوا اليوم وانا هبقى اجي لكم بعد كده. فقالوا لهم ماشي وانت هتسيبنا هنا؟ اه معلش مش مشكله. المهم الكلام ده كله، الاب سافر، الام والعيال قاعدين. فالام بتقول لعبد الرحمن وتركي لو سمحتوا اطلعوا هاتوا لنا كشافه عشان الدنيا هتضلم ومفيش كهرباء. هم يعتبروا يعني ادنى يعني اقل درجه من القريه شويه في الكهرباء والخدمات والكلام ده كله. فعبد الرحمن راح العربيه مركونه قدام البيت، طبعا حواليهم المقابر، وادي واسع مقابر. فعبد الرحمن وتركي راح، تركي سبق عبد الرحمن قال له تعالى ورايا الدنيا ضلمه، نجيب الكشاف ونجيب الاكل ونجيب الشنط والحاجات دي كلها. فعبد الرحمن قال له ماشي يا تركي سبقنا وتعالى. فتركي راح يفتح باب العربيه، لقى في حد بيخبط في ظهره من ورا، وبعدين سمع صوت سوستس، سوسة الشنطة عمالة تروح وتيجي تروح وتيجي، بتنفتح وتنقفل. فبيبص وراه ملقاش حد، بيبص لقى عبد الرحمن واقف على باب العربية، فعمال يقول له تعال، بيشاور له يعني ايه تعالى، يعني مش عايز يعمل صوت. وتركي بيبص في العربية من وراه، لقى شبح اسود عبارة عن ست شعرها منحكش ولابسة رداء اسمر وشكلها غريب جدا. فطبعا اترعب، فراح بصص لعبد الرحمن عمال يشاور له تعال تعال تعال. وعبد الرحمن مبتسم ابتسامه بلهاء كده يقول له في ايه في ايه. المهم طلع تركي يجري جوه البيت وعبد الرحمن جه وراه. ساعه ما دخل البيت ادى الحاجات لامه، امه لقيت وشه عامل زي الليمون، بتقول له في ايه يا تركي في ايه؟ قال لها ما فيش يا ماما. ما رضاش يقلقها لانه ما في حته مقطوعه ومش عايز امه تتضايق. فهم جايين يناموا بالليل، جه يقول لعبد الرحمن يا عبد الرحمن يعني انا عماله انبه عليك عند العربيه انك تيجي تيجي، عمال تضحك ليه؟ قال له عربيتي انا ما طلعتش وراك اساسا، انا قعدت في البيت قلت هو هيجيب كل حاجه. فطبعا عرفنا دلوقتي ان اللي شافهم مع تركي عباره عن ايه، عن جن واشباح وحاجات حلوه جدا كده. المهم تركي مش عايز يخوفهم،
قال له خلاص. المهم ناموا وصحيوا وبيكملوا اليوم بقى بتاعهم. المهم جدهم اللي هو الغريب الأطوار اللي قاعد في حتة مكانه ده بيقعد في نص الحوش عمال يبصهم وعمال يترقبهم. وجدهم ده حواليه قطة سمراء ملازماه في كل حاجة، كان الحرس الشخصي بتاعه، وراه الحمام ماشي، ورا ويطلع المقابر ماشي، بيروح هي وراه في كل حتة خلاص. فتركي بيقول لعبد الرحمن، بيقول لي يا عبد الرحمن انا لاحظت ان جدك ده بيروح كل يوم بينزل المقابر ويطلع بشوال مليان حاجات جديدة غريبة، وبيطلع منه صوت عامل زي ما يكون حد ايه صوت في الأوضة، صوت غريب جدا جدا وعالي جدا جدا، غير ان نظراته غير مريح. فتركي قال له وانت شفت؟ قال له اه، ما انت لاحظ ان الشباك بتاع اوضتنا باصص على المقابر. فتركي قال له ماشي يا عبد الرحمن، احنا نبقى نشوف، انا كده كده عندي فضول اشوف جدك ده ايه مشكلته او فيه ايه، الناس كلها بيحذرونا ما تتعاملوش معاه. قال له ماشي. في يوم بقى راح نازل المقابر في الوقت ده، فعبد الرحمن وتركي جالهم فضول ان هما يشوفوا الاوضه بتاعتهم. دخلوا الاوضه، لقوا الاوضه مقسمها بجدار جوه الاوضه نفسها، والاوضه ريحتها وحشه جدا نفس الريحه اللي بتطلع منه، والجدار كان سايب سلسله المفاتيح عند الباب. فخد المفتاح وبيفتح اللي هو الجدار اللي جوه ده ليه باب، قعد يجرب المفاتيح لغايه ما فتح. دخل لقى مبخره كبيره جدا، الريحه بتاعتها مقرفه، وكتب متنطوره وعظم. خلاص العظم ده بقى هو تركي مسك العظم كده، قال عظم ايه ده؟ بس العظم مدمم يعني عظم طازه، ايه العظم ده وايه اللي بيحطه؟ المهم اكتشفوا ان هو يعني يعتبر فيه ده كتب سحر، وان هو بيعمل طلاسم وبيعمل حاجات كده، وان هو بيقعد هنا. عبد الرحمن قال يعني تركي بيقول لعبد الرحمن انا شفت جدك ده مره من غير هدوم قاعد بيحضر حاجات غريبه، والريحه الكريهه دي من الحاجات اللي بيحضرها. فاكتشفنا كده من سياق الكلام ان جدهم بينزل ياخد الجثث من المقابر ويعمل عليها اعمال وبيطحنها، وهي سبب الريحه الكريهه دي. وطبعا اللي بيحضر الحاجات دي بتبقى الروائح الكريهه موجوده، لان ديت من اساس الاخلاص والولاء للجن، الرائحه الكريهه وعدم الاغتسال وعدم الصلاه والحاجات دي. المهم فهم عرفوا بقى كده. فجدهم جه وسمعوا صوته من بره فنطوا من الشباك، وهم بينطوا من الشباك عبد الرحمن لقى القط الاسمر اللي ملازم لجده في كل حته ده. فهو طبعا عبد الرحمن وتركي خايفين، وجدهم ده علاقتهم بيه وحشه وخايفين منه وما بيكلموهوش اساسا، هو ما بيكلمهمش. فعبد الرحمن بينط لقى القط، فراح شايطه شوطه خبط في الجدار اللي وراهم، والقط نزل على الارض. نزل على الارض كده، عبد الرحمن وتركي ما بصلوش، طلعوا يجروا دخلوا الباب بتاعهم. المهم عبد الرحمن وتركي بالليل وهم نايمين، عبد الرحمن قام يصوت 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 يقول انا ما قتلتهاش، انا ما قتلتكيش، انا ما قتلتكيش، انا ما قتلتش حد. فبعدين عبد الرحمن تركي بيقول له مالك يا عبد الرحمن؟ في ايه يا عبد الرحمن؟ قال له انا جات لي واحده شكلها كريه جدا 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 في المنام، بتقول له انت قتلت ابني لما زقيته ورميته وخبط في الحيطه ووقع مات، وده كان خادم لساحر كبير، انا هاذيك ومش هسيبك الا لما اقتلك زي ما قتلت ابني. وكان شكلها كريه وكانت بتكلمني بطريقه وعماله تتوعدني انا مش هسيبك الا لما تموت هموتك. فعبد الرحمن اي مفزوعه، فتركي قال له لا بس دي كوابيس عشان احنا جنب المقابر، ما تخافش ما تقلقش كمل نوم. فنام. فبعدين بعدها بيوم كانوا برضو نايمين، عبد الرحمن بيقول للتركي ايه يا تركي هو انت الدنيا تقب بيك؟ جاي تنام جنب رجلي طول اليوم وتشد الغطا وتزق في رجلي وعمال اقول لك قومي قومي يا تركي نام مكانك، قومي يا تركي نام مكانك. فطبعا مش تركي اللي كان نايم، فتركي طبعا ما رضاش يقول له، يقول له انا ما نمتش جنبك. فالمهم يعني تركي مرضاش يقول لعبد الرحمن ان مش هو اللي نايم جنبه طول الليل على السرير، مرضاش يخوفه ومرضاش يقلق. خلاص ده في يوم. يوم تاني
كانت امهم عماله تقول لهم انتوا كبار، انتوا طول الليل داخلين خارجين عليا الاوضه، وعمالين تخبطوا في الباب وتفتحوا في الدواليب وتهزروا وتضحكوا، ولما بكلم حد فيكم ما حدش فيكم بيرد عليا وما حدش بيتكلم، ايه اللي انتوا بتحملوه ده؟ فتركوا عبد الرحمن بص لبعضهم، ولسه عبد الرحمن يقول لها مش احنا يا ماما. فبعدين تركي قال له ايه، شاور له يعني ما تقولهاش هي هتخاف. ساعه ما دخلوا الاوضه فعبد الرحمن بيقول يا تركي اهدى، قال له ماشي يا عبد الرحمن، ما هو انت جيت انا شفتك عند العربيه وانت ما كنتش طلعت، وقلت لي يا تركي انت نايم جنبي بالليل وانا ما كنتش نايم جنبك، وشفت واحده في العربيه وما كانتش موجوده، وامك شافتنا انا وانت طول الليل داخلين خارجين عندها، وما كناش احنا موجودين في وسط مقابر وحوالينا جن واشباح من كل حته. وده يعني رعب عبد الرحمن، وده قال. المهم بدات امه تشوف حاجات غريبه، تحس باحاسيس غريبه، عبد الرحمن وترك ما بقوش مستريحين في البيت. المهم والدهم جه خدهم، المهم والدهم خدهم وسافر، وهم مسافرين كان جدهم ده قاعد في نص الحوش برضه، وراح بصص لعبد الرحمن قال له انا مش هسيبك في حاجه، انت بالذات يا عبد الرحمن خلاص. فطبعا هم كانوا مرعوبين، وابوهم قال لهم انتوا عملت له ايه؟ قال له ما عملناش حاجه. قال له اشمعنى انت يا عبد الرحمن بتوعدك؟ قال له انا ما عملتلوش حاجه. ركبوا ومشوا وطلعوا وراحوا، راحوا بلدهم المدينه واستقروا بقى. المهم عبد الرحمن يوم في التاني في التالت بدا يبعد عن الصلاه، بدا يتعب جدا، بدا يبقى هزيل، جسمه هزيل، بدا يصفر، بدا يرجع، بدا يبقى تعبان جدا جدا. فتركي كلمه قال له يا عبد الرحمن انت ما بقتش تصلي ليه؟ احنا لما صلاتك ما تسيبهاش والكلام ده كله. المهم عبد الرحمن كان حاله اتغير، جاب له راقي، راقي شرعي بالقران، قال ملبوس في ساحر مسلط عليه حد، غير بقى انه كان بيشوف حاجات وخيالات في البيت وبيحلم بالست اللي بتقول له انا هقتلك زي ما قتلت ابني، زي ما قتلت ابني. طبعا احنا استنتجنا كلنا ان ابنها ده كان خادم على مشكل على هيئه قط اسود، كان خادم للساحر ده، وهو لما شاطه وخبطه في الحيطه مات. يعني معلومه عامه كده ان الساحر بيتشكل، انا قصدي الجن بيتشكل، والحاجه اللي بيتشكل فيها لو ماتت بيموت معاها ما بيسيبهاش. فانت يعني دي معلومات تعرفوها. المهم بمرور الوقت طلعوا الساحر اللي داخل السحر والكلام ده كله وخلاص، وحتى اللي هو الحاجه اللي كانت لابساها قبل ما تطلع قالت انا هرجع تاني وهنتقم منه، ومش هيسيب عبد الرحمن الا لما يكون ميت، وطلعوه وقروا عليها قران واطلعي والكلام ده كله. المهم فتركي بعد كده اشتغل في التجاره، وعبد الرحمن كمل دراسته فتركي في التجاره، وكبر جدا في التجاره ما شاء الله، وكان مهتم بالتجاره، وكان هم ليهم واحده جارتهم، بنت جارتهم، بنت جارتهم ده عبد تركي اتعلق بيها جدا، كانت بتيجي تشتري منه يعني قدامه، راحه جايه قدامه، فاعجب بيها وحبها جدا جدا جدا، وكان ناوي لما يستقر في شغله هيتقدم لخطبته. المهم فتركي دلوقتي تاجر، عبد الرحمن بسم الله ما شاء الله خلص دراسته واتوظف. فعبد الرحمن الاول لما اتوظف قال لوالده يا والدي انا عايز اخطب. فبعدين قال له هتخطب مين ان شاء الله؟ قال له بنت جارتنا دي. فطبعا تركي قلب وجعه، يعني هو انت ما فيش الا دي؟ فبعدين بالليل وهم قاعدين مع بعض قال له يا عبد الرحمن انت لسه صغير على الزواج، وشمعنى اخترت دي؟ هو انتوا بتكلموا بعض عارفين بعض؟ قال له لا انا بشوفها وهي داخله وهي خارجه فعجبتني وانا حبيتها وراسم حياتي كلها معاها. فتركي بدأ اخوه على اي حد تاني، قال له ربنا يسعدك وان شاء الله تبقى زيجه كويسه وربنا يكرمك والكلام ده كله. المهم تركي فرح فعلا لعبد الرحمن، مجهز له الموائد وجهز له الفرح، وكان فرحان جدا جدا، وتزوجوا وانجبوا فرح، بقت هي ام فرح، وتركي بقى انشغل في التجاره والكلام ده كله. المهم بعد سنة من الزواج عبد الرحمن تعب تاني برضو، تعب كبير جدا من غير سبب، وقع على الأرض، فاتصلت بأهله تعالوا بسرعة بسرعة ونقلوه على المستشفى. أما نقلوه على المستشفى بعدها بساعة توفى من غير سبب معروف، من غير أي سبب هم عارفينه، هو مات إزاي؟ مات خلاص. فطبعا كانت صدمة كبيرة للأم والأب، صدمة كبيرة جدا 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 جدا.
وكانت محزنة وزعلوا يعني، وصحابه زعلوا يعني، كانت صعبة الصراحة. طبعا عرفنا الانتقام اللي كان جاي منين. في ناس هتقول هو السحر بيقتل، والسحر بيقتل وبيجيب سرطان. لينا قصة ان شاء الله مع ساحر تائب، واشرح لكم اصاب بالسرطان ازاي. يعني سبحان الله، يعني الجن ليه قدرات هو ربنا اديها له، وانت تقدري يعني تتجنبي السحر والحاجات دي. ان شاء الله لينا فيديوهات تانية ان شاء الله باذن الله. فعبد الرحمن مات وتوفى ودفنوه ورجعوا كلهم، مروا بفترة عصيبة جدا. تركي ما شاء الله كبر بقى في شغله وتجارته وكل حاجة. وفي يوم من الأيام جه لوالده ووالدته قال لهم أنا إن شاء الله نويت أخطب وأتزوج. فبعدين والدته قالت له طب خير والله، وإن شاء الله وتبقى حلوة، وإن شاء الله ربنا يكرمك بالزوجة الصالحة. فقالوا له مين ان شاء الله؟ قالت لهم ام فرح، ام فرح اللي هي زوجة عبد الرحمن اخوه. قال فوالدته فرحت جدا، قالت له انا كان نفسي حد انك تتزوجها، بس ما قدرتش اقول لك كده عشان تربي بنت اخوك فرح، وهي زوجة صالحة ومؤدبة، وطبعا هو بيحبها. فتزوجوا بسم الله ما شاء الله، وجابوا كمان بنتين. ونسيت اقول لكم ان قبل ما عبد الرحمن يقع ويتوفى، كان هما طبعا جابوا كلهم بيت كبير. تركي كان شاريلهم بيت كبير من التجارة واخدهم كلهم لبيت، والبيت الكبير ده كانوا بيشوفوا فيه خيالات، وعبد الرحمن بيشوف فيه كوابيس. وكانت مراته تلاقي التلاجة مفتوحة وصوت نغبشة، كانوا بيسمعوا روائح، شموا روائح كريهة وحاجات صعبة جدا جدا جدا. وتركي أول لما اتجوز فرح كان بدأ يجيله يروضه خيالات وراخر وأحلام، وجابوا الشيخ الراقي اللي كان بيرقى عبد الرحمن ورقاه، وكان السحر اللي فيه مش راضي يطلع. وكان بيقول ان السحر بتاع عبد الرحمن اخوك كان سحر مشروب، لو انتوا تفتكروا ان هو كان شرب قهوه مع جده ده في الفرح في العزومه، شرب منها بقين. وقال له يا تركي انت زمان قبل كده قريت حاجه لها دعوه بالسحر فيه؟ قال له انا قريت كتب سحر كانت موجوده قصاد جدي مع مدخنه وعظم والكلام ده، قعدت اقرا فيه. قال وهي ديت نوع من انواع السحر برضه، وركبت نوع من انواع السحر ما بينفكش الا بموت السحر. ففجاه من يوم وليله عبد الرحمن لقى نفسه اسمه تركي بدا يتحسن مع الرقيه والحاجات دي، وجسمه بدا يتحسن، ما بقاش يسمع خيالات، ما بقاش يشم حاجات وحشه في البيت. فبعدين فسال الرقي قال له ممكن يكون الساحر اللي اذاكم مات، فاللي جواك وفي بيتك راح بموت السحر. فما سأل بقى على جده، اتصل بنصر ابن خالهم، امال جدنا عامل ايه؟ قال له انا ما اعرفش عنه حاجه، هسأل لك ناس حواليكم في يعني جرانكو يعني. فلما سألوا عليه قالوا لهم جدكم ده مات محروق. قالوا له مات محروق ازاي؟ قال له هما في الاوضه نشبت فيه النار بدون سبب، وعامة هو الجن اللي انت بتسلطه على الناس ممكن ينتقم منك انت لأي أذى يقع عليهم أو يقع على عيالهم، بيحرقوك وبيسيبوك بالسرطان وبيسيبوك بحاجات صعبة جدا، وممكن الموت فجأة كمان. فربنا انتقم من الساحر أساسا ومن السحرة، ربنا ينتقم منهم يعني. فتركي بسم الله ما شاء الله بعد وفاة الجد اتحسن، وحالته اتحسنت وحياته اتحسنت، وربنا يبارك له، وأولاده كبروا. وحتى فرح بنت عبد الرحمن بتقول له يا بابا على طول، وكانوا بيشكروه على تربيتهم لفرح، طبعا هي بنت اخوه. وده يعني واستقرت العائله وما شاء الله وكبروا، والتجاره كبرت، وجابوا عربيات وجابوا عمارات وجابوا بيوت ما شاء الله، وكانوا يعني حياتهم اختلفت كتير جدا جدا جدا. والام والاب كانوا عايشين مع تركي، مطرح ما بيجيب بيت كبير كان بيصر ان هم لازم يبقوا موجودين معاه، وكان يعني عزز وكرم ابوه وامه ومرات اخوه وبنت اخوه. فما شاء الله ربنا فتح عليه فتح كبير جدا جدا، والرزق الواسع الحلال. وده كان ملخص قصة تركي وعبد الرحمن للناس اللي هي عايزة تعرفها يعني. واتمنى تشتركوا معانا في القناة، القناة بتاعتنا فيها حاجات جميلة جدا، وتدعمونا بلايك وتنشروا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.